فيما يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، وصل الفيروس انخفاضه في معظم أنحاء آسيا، حيث أعلنت الصين انتصارها على الفيروس بعد عدم تسجيل أي إصابات مؤكدة للمرة الأولى، في حين لم تسجل كوريا الجنوبية سوى 23 حالة. هذا الانخفاض الكبير في منطقة آسيا كان مشجعا، حيث من المنتظر أن تعلن هذه الدول العودة إلى العمل مع الاستعداد لفرض تدابير تباعد اجتماعي لإعادة فتح الاقتصاد. وبينما يكافح العالم من أجل فتح الاقتصاد مع المخاوف من المخاطر الصحية المترتبة على إعادة الفتح، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن بؤرة جديدة لفيروس كورونا ستظهر في أمريكا الجنوبية. وبحسب المنظمة الأممية، فإن البرازيل تجاوزت روسيا لتصبح الدولة التي لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. كما يؤكد الخبراء أن أعداد الوفيات تجاوزت الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة بكثير. كما أكد خبراء منظمة الصحة العالمية أن نسبة الضحايا الذين يبلغون من العمر 60 عاما في البرازيل بلغت نسبة 65% مقارنة ب 95% في أوروبا. ووجهت انتقادات لحكومتي البرازيل والمكسيك الأكثر اكتظاظا بين دول أمريكا اللاتينية بعد الارتفاع القياسي في الإصابات والوفيات بسبب البطء في إغلاق البلاد واتخاذ التدابير مقابل الحد من التبعات الاقتصادية. ويؤكد الخبراء أن الوفيات المتزايدة في أنحاء القارة اللاتينية أظهرت ضعف الإجراءات الحكومية في منطقة بها الملايين من ذوي الوظائف غير الرسمية والعديد من قوات الشرطة الضعيفة وغير القادرة على فرض القيود.